كيف يمر هذا العيد على اليمنيين؟ عيد بطعم الباروت والخيانة في اليمن بعد سقوط العاصمة الثانية. إلى متى تستمر مأساة اليمنيين وظروف الحرب التي تنشر نارها منذ 5 سنوات؟ أهلا بكم. عيد وراء عيد وسنة تلو أخرى ونحن نكرر نفس السيناريو. كيف مر العيد على اليمنيين؟ لا تغيير ملحوظ على أحوال اليمنيين غير الانتقال من محنة إلى أشد ومن مأساة إلى أخرى مع استمرار سنين الحرب منذ انقلاب الميليشيا ودخول السعودية والإمارات في المشكلة اليمنية. لم يرى اليمنيون عافية، لا ممن قوضوا العمليات السياسية واختطفوا الدولة، ولا ممن جاءوا تحت لافتة الإنقاذ والتحرير وغيرها من الشعارات الزائفة. ببساطة يمر العيد على اليمنيين وهم بلا رواتب منذ قرابة 3 سنوات. يمر العيد على اليمنيين وهم في رحى حرب تطحنهم فيها ميليشيا الحوثي ودول الجوار. يمر العيد على اليمنيين وهم أبعد عن السلام والحرية والعيش الكريم. هل يطغى هذا الواقع الصعب على فرحة العيد؟ أم أن اليمني يستطيع اختطاف فرحة العيد من بين كل هذا الركام؟ عيد برائحة انقلاب جديد يمر على اليمنيين اليوم. العيد في عدن دخل على أبنائها هذا العام برائحة البارود والدم، حيث دخلت العاصمة المؤقتة فصلاً جديداً من فصول سيطرة الميليشيات وبدعم وإخراج سعودي إماراتي. سقوط عدن مثل جرحاً آخر في جسد البلد المثخن بالحرب والفوضى منذ 5 سنوات. صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية تحكمها ميليشيات كهنوتية، واليوم عدن وما حولها تسيطر عليها ميليشيات شمولية أيضاً، ولم تعد هناك ملامح للدولة برمزيتها وخدماتها سوى في حضرموت ومأرب وتعز ومناطق محدودة أخرى. يأتي العيد على اليمنيين وهم مستمرون في السقوط في هاوية الحرب التي اشتعلت قبل 5 أعوام. كل عيد يضيف آلامه على سابقيه، وكل عام يراكم المأساة على كاهل هذا الشعب. ملابس العيد وأضحية العيد ومستلزماته الضرورية أصبحت لدى قطاع واسع من اليمنيين أمنية غير قابلة للتحقق وسط كل هذه الظروف المأساوية. حتى الأطفال الذين هم أصل العيد ونكهته الجميلة سرقت ظروف الحرب البسمة من أفواههم، حيث لا ملابس جديدة ولا عيدية ترسم البسمة على أفواههم، أو هكذا هو الحال عند معظم اليمنيين. تضررت حياة اليمنيين بشكل بالغ خلال أعوام الأزمة التي تبدو بلا نهاية، وعملت الحرب على تغيير عادات المجتمع وصبغتها بالكآبة، فيما كان للظروف الاقتصادية دورها البالغ في سلب ذلك القدر القليل من البهجة التي كانت لا تزال لدى اليمنيين خلال أعوام ما قبل الحرب. ورغم كل ذلك لا يزال اليمنيون بجلدهم المعروف يحاولون صنع أعيادهم وانتزاعها من بين ركام كل هذه المآسي التي تتساقط على رؤوسهم منذ نحو 5 أعوام. إذن مشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونحن في أول أيامه نقدم هذه الحلقة من المساء اليمني. عيد وحرب وفرح بين الأنقاض. بداية أستضيف الصحفي خليل المريكي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى شعبنا اليمني العظيم، وعيد مبارك لكل اليمنيين الأحرار الذين يقفون ضد كل الميليشيا التي تحاول الانقضاض على الدولة. أهلا بك خليل، وكل عام وأنت بخير وجميع مشاهدينا. يأتي العيد خليل ويتكرر السؤال منذ 5 سنوات، كيف يمر العيد على اليمنيين مع كل الظروف التي تمر بها البلاد الاقتصادية والسياسية؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. للعلم
اليمنيون يعيشون مأساة كبيرة منذ انقلاب ديسمبر 2014، منذ انقلبت الميليشيا الحوثية على الحكم وعلى الشرعية وسيطرت على كل مؤسسات الدولة، وقام اليمنيون وشحذوا هممهم وواجهوا هذه الميليشيا الانقلابية بكل ما أوتوا من قوة وحرروا مناطق كثيرة، كما التصاريح التي تدلي بها وزارة الدفاع وصل إلى 85% من الأراضي اليمنية حررت من الميليشيا الحوثية. قدم اليمنيون كل شيء، عانوا كل المعاناة وضحوا كل التضحيات على أساس أن تكون لديهم دولة عادلة، دولة تحتضنهم، دولة تعطيهم حقوقهم وتنتزعها ممن صادرها، لكن للأسف ما زالت المعاناة تأتي يوم بعد آخر، وما زال اليمنيون يتلقون الضربات ضربة تلو أخرى، وللأسف هذه الضربات تأتي ممن كان اليمنيون يعولون عليهم بأنهم سينصرونهم وسيعيدون لهم دولتهم، لكن للأسف هذا ما حدث في عدن، وتجرع اليمنيون هذه المرارة ممن استنصروا بهم، وللأسف هذا ما حدث، وما زال اليمنيون يعانون يوم بعد آخر، ولن ترتفع هذه المعاناة عن اليمنيين إلا أن يكونوا يدا واحدة ضد أي ميليشيا تحاول أن تنقض على دولتهم وعلى شرعيتهم. وأنا أقول بأن اليمنيين رغم المعاناة، رغم ما سمعناه في التقرير، المعاناة موجودة والناس لم يجدوا كسوة العيد حقيقة، ولم يجد الكثير أضحية العيد، الكثير منهم لم يجد حتى شيء، يعني حتى الدجاج في يوم العيد بسبب هذه الميليشيات الحوثية التي سيطرت على رواتب الموظفين، ومنذ ثلاث سنوات لم يصرف راتب لأي موظف. هذه الإشكالية ولدت عند اليمنيين حزن شديد، لكن هناك أمل، وهناك بس أمل لابد أن يتمسك به اليمنيين. نعم، عند هذا الأمل خليل دعني أسألك، ومهما وقف الأعداء في وجوههم. نعم، عند هذا الأمل الذي تحدثت عنه خليل دعني أسألك، هل استطاع اليمنيون كما هي عادتهم الوقوف أمام كل هذه الصعاب التي يمرون بها، واحتفوا اليوم بالعيد، هل شاهدت الفرحة على وجوه الأطفال، الملابس الجديدة، هل يعني مرت طقوس ومظاهر العيد كما هو المعتاد؟ نعم، هنا في محافظة مأرب كانت الفرحة كبيرة لدى كثير من الناس، اجتمع الناس في مصلى العيد وكانت فرحة كبيرة. محافظ المحافظة ألقى كلمة أكد فيها على أهمية وجود الدولة، على أن المواطنون هم الركيزة الأساسية في الدولة، لابد أن يكونوا إلى جانب الدولة وأن يثبتوا دعائم وجود الدولة، وكان الفرحة كبيرة، التكافل موجود، التعايش موجود، كل شيء موجود. المشكلة الحاصلة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، لكن أنا أقول بأن اليمنيين متكافلون ومتراحمون، وأن البسمة رسمت على شفاه الكثير من اليمنيين وخاصة الأطفال منهم، وهناك الكثير حرم من هذه البسمة وبسمة العيد وفرحتها بسبب أن الحالة المادية الصعبة التي تمر عليهم يوما بعد آخر. نحن على خمس سنوات من ذو الانقلاب ومن ذو الحرب الموجودة في اليمن، اليمنيون يعانون يوما بعد آخر، أكيد أن هناك من سرقت البسمة من شفته، وهناك من عانى المعاناة، وهناك من حزن في هذا اليوم الذي لابد أن يفرح فيه، لكن نأمل أن ترفع هذه المعاناة عن اليمنيين، وخاصة المشكلة التي حصلت في عدن، لم يستطع الكثير من المواطنين أن يشتروا أغراض العيد، ولم يستطع كثير من أصحاب المحلات أن يفتحوا محلاتهم بسبب ما قامت به ميليشيا المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات العربية المتحدة للأسف الشديد، التي كان اليمنيون يعولون أن تكون نصيرا لهم، ولكن للأسف حدث ما حدث. اليمنيون ما زالوا يعولون. نعم. وعلى المملكة العربية السعودية بأن تضغط بقوتها حتى يستطيع اليمنيون أن يعودوا دولتهم. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن على ذكرك لعدن اسمح لنا أن تنضم معنا عبر الهاتف نسيم أحمد، رئيسة مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع. مساء الخير أستاذ نسيم، وكل عام وأنت بألف خير. اهلا وسهلا فيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم على خير وعافيه ان شاء الله. علينا وعليك نسيم وعلى كل من تحبين وتعرفين. اذا عيد وحرب وفرح بين الانقاض، السؤال الابرز، كيف هو حالكم في عدن؟
طبعا حان في عدن حاليا بعد الذي صار في الايام السابقه. هو الم يعتصر الجميع، هو حنين، هو فرح، يعني مزيج من المشاعر. ولكن الذي كان صائر الذي صار عندنا انه انتهاكات للطفوله، حزن هناك، سرقه هنا، هدم منازل، فكل هذا كانت عباره عن مشاعر ممزوجه في هذه الايام. نعم، إذا هذه الأيام أستاذة نسيم، يعني هل استطاع اليمنيون في عدن أن يعيشوا تفاصيل العيد رغم كل ما يمرون به؟ نعم، أن مدينة عدن هي مدينة مدنية، ورغم ذلك فإن هناك ملامح صغيرة للعيد، ليست كفرحة فرحة كبرى، ولكن يحاول المدنيين التعايش مع الوضع. نعم، إذا أول أيام عيد الأضحى هل يعني وجدت أن اليمنيين استطاعوا أن يقضوا تفاصيل العيد؟ هل كان هناك خروج للمنتزهات، للسواحل عدن الجميلة، للمولات؟ هل يعني مارسوا حياتهم بشكل طبيعي، مع علمنا أنه في الأيام السابقة وربما لحد الأمس يعني الوضع غير آمن، الاشتباكات موجودة، أصوات الرصاص هنا وهناك؟ طبعا الأوضاع الحالية في أول أيام العيد طبعا معروف ماذا كان يوجد في عدن وما هي الحياة الصعيبة والمرحلة النفسية التي عاشها جميع أفراد المجتمع. أنا أتحدث عن المجتمع المدني، فهناك خوف كبير من الأهالي على خروج أطفالهم، خوف حتى لصلاة العيد، خوف على خروج المتنزهات. يعني كل أسرة تحاول أن تضع مثلا لأولادها شيء من الفرح بجانب الباب فقط، لا يوجد متنزهات كما كان عيد الأضحى، كما كانت عدن منفتحة بوجود الزائرين من كل المحافظات، من كل الدول العربية، ولكن هناك خوف مرسوم في كل مدني في عدن. نعم، إذا أنتم في مؤسسة أرمان أستاذة نسيم، كيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات الطارئة على المجتمع والذي ربما يعني تعمل على خلخلة الوضع العام؟ نعم، طبعا مؤسسة أرمان عملنا الإحصائيات التي كانت في اليومين هذه، الإحصائيات التي كانت هناك في قتلى من أطفال، هناك أسرة كاملة تهدمت وقتلت كامل، هناك من أصيب، هناك من جرح، هناك من توفى، فهذه الإحصائيات سنعمل عليها الآن حاليا إن شاء الله بعد العيد. في الآن معنا توزيع رحمة العيد، وسنحاول أن نحن نعيد الحياة المدنية إلى عدن. نعم أستاذة نسيم، ماذا بعد الإحصاءات؟ هل هناك جهات أو يعني منظمات محلية أو دولية تعمل على الحد من انتهاك المدنيين والذي يحدث لهم؟ نعم، طبعا هذه الإحصائيات ستسجل لحقوق الإنسان، وأيضا الانتهاكات الأطفال الذي سلبت منهم طفولتهم، وعن طريق أيضا الإحصائيات الموجودة لدينا سنعرف مدى مشكلة المشكلة المنحصرة في عدن، وكيفية عانى هذا العدنيين، وكيفية غاب الوعي وغاب الرأي الحكيم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك نسيم أحمد، رئيسة مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ خليل، ونحن نستمع لما حدث في عدن أو لكيفية قضاء العيد في عدن رغم كل هذه الأحداث. هل حدث أي تأثير لكل هذه الأحداث السياسية على الأوضاع في مأرب؟ هل شهدت مأرب موجة نزوح؟ هل يعني ما هو التأثير لما حدث في عدن؟ الذي حدث في عدن يعني ما زال بالقريب، يعني أول أمس لما تشهد أي نزوح من المحافظة أو من عدن إلى مأرب، مأرب حالة مستقرة والأمن فيها مستتب وكل شيء فيها على ما يرام،
والناس قضوا إجازة يوم العيد بفرحة تامة. الحدائق العامة وإن كانت صغيرة وقليلة امتلأت بالناس وازدحمت بشكل كبير جدا، وحياة الناس تمشي على أكمل وجه، لكن هناك يعني الناس متأثرون بما حصل للناس في عدن أو بما حصلت الأحداث في عدن للضحايا، أكثر من 40 قتيل بسبب القذائف التي كانت تلقيها ميليشيا المجلس الانتقالي. لا يمكن لليمنيين أن يعيشوا في ظل ميليشيا مهما حاولوا أن يعيشوا الفرحة أو أن يتأقلموا مع الوضع. لا يمكن لأي يمني أن يعيش في ظل ميليشيا سواء كانت هذه ميليشيا حوثية أو تتبع الإمارات أو غيرها. لا يمكن لليمنيين أو لأي ناس في العالم كله أن يعيشوا إلا في ظل وجود دولة تكفل لهم حقوقهم وحرياتهم، وأن يستطيعوا أن يتحركوا بكل سهولة، وأن يعيشوا حياتهم كباقي العالم. هذه الفرحة وهذه الحياة الطبيعية انتزعت من الناس في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، وكذلك انتزعت من الناس في العيد هذا في عدن. لم يستطع الناس كما قالت الأستاذة نسيم أن يذهبوا إلى الأماكن العامة، لم تشهد الحدائق أي وجود لأي تواجد للناس، ولا كذلك السواحل التي تمتلئ عادة في الأعياد والإجازات بالناس بالعشرات تصل إلى المئات، ويأتي أناس من المحافظات الأخرى ربما من الوطن العربي. هذه الحالة فقدت في عدن. عدن أصبحت يتيمة، أصبحت حزينة بسبب ما حدث لها، ممن كان يظن الناس بأنهم يوم من الأيام ناصرون لهذه المدينة وحرروها من قبل الميليشيا الحوثية. للأسف حدث ما حدث في عدن، وعلى اليمنيين أن يكونوا لحمة واحدة، وأبناء عدن الحقيقيون لم يرضوا بهذا الوضع ولن يرضوا بهذا الوضع الحاصل لهم، وهم الضحايا لهذه الميليشيا التي تدعمها الإمارات. ولن يكون لليمنيين كما قلنا إلا لم يكن لليمنيين الحرية والكرامة إلا في ظل وجود دولة، وهذه الدولة عليهم أن يثبتوا دعائمها بأنفسهم وأن يكونوا يدا واحدة حتى يستطيعوا استعادة دولتهم. نعم، إذن خليل، يعني ما حدث في عدن ربما جعل اليمنيين يستعيدون الذاكرة القريبة، وكيف سقطت صنعاء مع كل الوجوم والسكوت الذي رافق ذلك السقوط سواء من الحكومة أو من دول الجوار. ربما يتكرر السيناريو بطريقة أو بأخرى، ما هو تقييمك؟ يعني كيف تتشابه الحالتين؟ يعني لكن للأسف أن ما حدث في عدن هو في الأيام الحرم كما يقال، في يعني قبل العيد تماما، فكسر فرحة اليمنيين تماما. نعم، هو نفس السيناريو الذي حدث في صنعاء حدث في عدن للأسف. وكما قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن الإمارات ذبحت اليمنيين أو ذبحت أبناء عدن وأبناء الجنوب من الوريد إلى الوريد، وهذا ما حدث للأسف. للأسف يعني أسقطت كل مؤسسات الدولة في عدن، ولم يعد هناك أي وجود للشرعية. ما لما تتحرك الشرعية، اليوم كان هناك لقاء لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك مع ولي عهد. اليمنيون ما زالوا يأملون بأن تكون السعودية هي الأمل أو بصيص الأمل الذي يمكن أن تساند الدولة وأن تضغط على هذه الميليشيا وأن تضغط على الإمارات بأن تطرد هذه الميليشيا أو تسحب ميليشياتها من عدن وأن يعود الرئيس إلى عدن. وكذلك لا يمكن أن يحدث أي وجود للدولة، ولا يمكن أن تثبت دعائم الدولة وما زال رئيس الدولة خارجها، وكذلك نائبه، وكذلك الوزراء. نعم، لابد أن يكونوا موجودين وأن يفرحوا من فرح اليمنيين وأن يعيشوا الحياة كما هي. يعني ولهذا السبب عدم وجود الدولة ولا رئيسها ولا رئيس ولا نائبه، يعني فقد اليمنيون الكثير من الثقة بأي تحركات قد تحدث، وربما الصمت الذي رافق سقوط عدن بهذا الشكل كان خير دليل يعني لعدم ثقة الناس للأسف الشديد. إذن يعني ربما وأنت تتحدث عن مأرب بأنها هناك أمن، هناك يعني استقرار شبه ملحوظ رغم قلة المتنفسات، وربما تحدثنا في الأعياد السابقة خليل حول ما تعانيه مأرب من نزوح، من كثافة، من عودة للمغتربين،
وبالمقابل لا يوجد أماكن للترفيه، للحدائق، للأماكن التي يمكن أن يقضي فيها اليمنيون عيدهم. هل هناك أي يعني تطور لهذه المتنفسات عن العيد السابق أو العام الماضي على الأقل؟ نعم أستاذ آسيا، للأسف لا يوجد أي توسع في الجانب هذا، في جانب المتنزهات وكذلك في جانب الأماكن التي يمكن أن يعيش الناس فيها أماكن ترفيه. كثير من الناس يفضلوا أن يخرجوا إلى سد مأرب وتزدحم الأماكن ولا يوجد هناك أي خدمات طبعا في ذلك المكان، وكذلك كثير من الناس يخرجون إلى المزارع وأصحاب المزارع يرحبون بهم ويأخذون يعني راحتهم ويعيشون يوما سعيدا في ظل خروج الأطفال وارتياحهم وأن يعيشوا مع الطبيعة. السلطة المحلية هنا في محافظة مأرب تحدثت كثيرا أن هناك توسيع لحديقة قادمة في محافظة مأرب. طبعا السلطة المحلية تعمل لوحدها ولا يوجد لها أي دعم من قبل الحكومة، وهي مشكورة تقوم بخدمات كثيرة جدا، وهناك توسعة لكثير من الأماكن في المحافظة تحاول جاهدة أن توجد كثير من الخدمة، لكن هناك عوائق كثيرة أمام هذه السلطة المحلية. وهناك حديث عن وجود عن حديقة في المحافظة قريبا يعني سيتكفأ أو ستؤجر لأحد التجار أرضية كبيرة وسيقوم بإنشاء حديقة ضخمة وكبيرة في المحافظة. نأمل أن تلبى في أقرب وقت، وهذا يحتاج له إلى وقت طويل، والمحافظة طرأ إليها الناس في وقت يعني ضيق، فلم تستطع السلطة المحلية أن توازن بين كثير من الخدمات نظرا لأنها تشتغل لوحدها ولا يوجد من يدعمها. ونعلم أنها حوربت كثيرا وطولبت بتوريد الموارد إلى عدن، وهي تورد منذ 3 سنوات، لكن السلطة تعمل كثيرا ونتمنى منها المزيد، وهذا هو عملها وهي تقوم بذلك. ونتمنى أن يأتي العيد القادم، عيد رمضان إن شاء الله، وقد وجدت كثير من المتنزهات وكثير من الحدائق وكثير من الأماكن التي يجد الناس فيها راحتهم. كثير من الناس لم يخرج طبعا اليوم إلى الحديقة وفضل أن يظل في بيته حتى يخفف أو تخفف الزحمة الموجودة هناك، لأن المكان ضيق جدا. ونتمنى أن يعيش اليمنيون جميعا فرحتهم وأن يجدوا الابتسامة على بعضهم البعض، أو تكون الابتسامة موجودة على بعضهم البعض حتى يعيش اليمنيون الفرحة رغم هذا الألم ورغم هذه الأوجاع الحاصلة في هذا البلد. نعم، بإذنه تعالى أن يتحقق ما قلت وأن يعيش اليمنيون الفرحة التي يستحقونها والتي حرموا منها منذ أمد طويل. شكرا جزيلا لك خليل المليكي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وأنتقل إلى الأستاذة لينا الحسني، رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات، عبر الهاتف من السويد. مساء الخير أستاذة لينا. مساء النور آسيا، أهلا بك وكل عام وأنت بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله. أستاذة لينا، صدر قبل يومين بيان مشترك لمنظمات نسوية لإنقاذ المدنيين في عدن نتيجة احتدام وتيرة الصراع المسلح فيها، هل ذكرتي أبرز ما ورد في البيان؟ طبعا أهم ما جاء في البيان، أولا كل عام وأنت بخير وإن شاء الله شعبنا كله بألف خير. طبعا كانت فكرة البيان بالأول أنه الوضع الطارئ اللي حصل في عدن، الوضع الذي تعرضه المدنيين في عدن، طبعا بادرت المؤسسات النسوية، وأحب أن أنوه هنا أنه دائما من تبادر في إصدار البيانات أو حتى التنبيه لما يحدث هي المؤسسات النسوية أو المؤسسات التي تديرها النساء، وهنا أنا أوجه تحية لها. طلبوا بأول أنه جميع الأطراف أن يراعوا القانون الدولي الإنساني في حالة الاشتباك، حماية المدنيين، فتح ممرات إنسانية، أمنة للخروج. أيضا طالبنا في البيان بالالتزام بكافة المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان. طالبوا المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام وفي اليمن كان المبعوث الأمم المتحدة بتدخل السريع لحماية المدنيين، وأيضا إيجاد آليات مناسبة لإيقاف هذا الصراع. نعم، إذن هل لديكم أي إحصاءات أو أرقام بالانتهاكات التي طالت المدنيين أستاذة لينا؟ طبعا إلى حد الآن لم تصدر أي منظمة سواء محلية أو منظمة دولية أو حتى طرف يعني حكومي أو أي شيء بإحصائيات صحيحة أو
حديثة، فقط نحن نتابع ما أصدرته منظمة أطباء بلا حدود عن حتى الآن 119 حالة إصابة لا زالت تتعالج في المستشفى. تحدثوا قبل يومين عن 7 حالات حرجة. بعدد القتلى لا يوجد معلومات نهائية عن عدد القتلى، ولكن بحسب ما قرأت وتابعت أنه 23، ربما أكثر. هناك العديد من الأسر تضررت، يعني أسرة كاملة تضررت. أنا تحدثنا عن المدنيين، بالنسبة للعسكريين يعني لا أعلم العدد. نعم، ونحن يعني نعنى بالدرجة الأولى بالمدنيين. أستاذة لينا، يعني تحدث البيان عن معاناة هؤلاء المدنيين بسبب يعني خاصة في الأيام التي سبقت عيد الأضحى، بسبب التوتر الحاصل والاشتباكات التي كانت هناك. لم يستطيعوا التنقل، لم يستطيعوا الخروج إلى أماكن آمنة، لم يستطيعوا حتى الخروج لقضاء بعض احتياجاتهم الأساسية من شراء مواد غذائية وغيرها. برأيك ما هو حجم الأذى الذي تعرض له المدنيون في هذه الظروف، خصوصا مع يعني زيادة التنقلات والمسافرين الذين كانت عدن بالنسبة لهم محطة انتقال إلى دول الخارج؟ طبعا أنا دعيني أفترض أن الحجم الأذى الذي أصابهم كبير بحكم المناطق التي بدأت بها الصراع. دعينا نعود للجغرافيا في عدن، بدأت في كريتر. كريتر هي منطقة شبه مغلقة، كريتر لا يوجد لها سوى منفذان يعني للخروج. في هذا المنفذان يعني هناك الخط الساخن للاشتباكات. كريتر منطقة صغيرة مطوقة بهذه المعسكرات. في كريتر، احنا دعينا نتحدث عن كريتر بالذات، الماء، عدم الماء 3 أيام من الحصار. طبعا ليس هو يعني حصار بمعنى الكلمة، ولكن تقفلت كل السبل للخروج. المحلات أغلقت، غير أن المواطن من الخوف لا يستطيع أن يخرج إلى الشارع، ربما يتعرض لقصف أو رصاص أو شيء من هذا القبيل. لكن المحلات أغلقت، لا يوجد لدى المواطنين منفذ آخر للشراء، أماكن أخرى للشراء. لاحظنا وتابعنا كثيرا من المناشدات للناس يطالبون فقط بعودة المياه أو بالخروج لشراء المياه فقط، ما بالك يعني ننظر لأشياء أخرى. أيضا المعلاء تضررت كثيرا. هذه المناطق تعتبر مناطق لديها منافذ محدودة للتنقل، ولكن تتصوري كيف سيكون الحصار على هذه المناطق. لم يستطيعوا الخروج للشراء الأكل، للشراء لشرب المياه. المعلاء منطقة ليس منذ الآن، ولكن منذ زمان تعاني من نقص، ليس فيها مياه. فلكن تتصور الوضع مع الحصار ومع يعني ما يحصل من اشتباكات. نعم. إذن برأيك أستاذة لينا، يعني ما هو موقف المجتمع الدولي مما حصل من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتضرر المدنيين، سواء بالأسلحة أو بالحصار المطبق على المدن التي تعد شبه مغلقة أو منافذها محدودة، أيضا المسافرون الذين أرادوا التنقل وتم تحويلهم إلى أماكن أخرى، مدى الضرر النفسي والمادي والمعنوي الذي تعرضوا له؟ مع الأسف عزيزتي أرتي، أنا لا أعول كثيرا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كل ما يستطيعون هو بيانات إدانة، بيانات شاغب، لكن لا يحمل المسؤولية لأحد. لا تنفذ شيئا مما يقولون به. هو أنا أعتقد ما يعملون فقط لإسكات الرأي العام، المنظر العام، لكن لا شيء يطبق. نحن لا نعول عليهم. لم يستطيعوا منذ الحرب، يعني نتكلم على عدن منذ 2015، منذ الحرب وحتى الآن، إذا كنا نتكلم على من يستطيع إيقاف أي شيء مما يحصل وحتى في المناطق البقية، فلا أعتقد أنه يجب أن نعول عليهم كثيرا. بالنسبة للمسافرين طبعا يعني تعرضوا لأذى، إن كان أذى نفسي أو إن كان تعرضوا إلى خوف وقلق، وناهيك عن التكاليف المالية، خاصة الذين هم خارج البلد يريدون أن يعودوا إلى عبر مطار عدن أو حتى السفر.
فما يحدث يعني فما حدث كان مؤذي جدا لهم. إذن شكرا جزيلا لك لينا الحسني رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من السويد، وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير أختي الكريمة، وعيد مبارك لمشاهديك الكرام ولطاقم قناة بلقيس ولكافة أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه في هذا العيد. ونتمنى أن يكون عيدا سعيدا، ولكن تأبى الأحداث إلا أنه يأتي بالمزيد من التعقيدات والمزيد من المآسي والأوجاع. نتمنى أن يكون آخر الأوجاع، وأن تكون هذه الأحداث آخر المآسي التي يعانيها الشعب اليمني بإذن تعالى. وأنت بألف خير عمر، أنت وجميع اليمنيين وتعز وأهلها بألف خير. سؤالنا الاعتيادي أستاذ عمر، والذي ربما نسأله في كل عيد، كيف مر العيد على تعز؟ تعز ما زالت تلك المدينة التي تصد العدوان الحوثي على أطرافها وفي ثكنات العزة والشرف من أقصى المدينة إلى أقصاها وفي امتداد الجبهات. تعز لا تزال تلك المدينة التي تتطلع وتحلم بيمن جديد، لا تزال تلك المدينة التي تتمسك بالثوابت الوطنية، تتمسك بالجمهورية، تتمسك بالدستور، تتمسك بالوحدة، تتمسك بالمواطنة المتساوية، تتمسك بالمشروع الوطني الجامع. لا تزال تعز هي تلك المدينة التي تحاول أن تكون اليمن مختزلة في مدينة. تعز اليوم تعيش العيد وهي تعيش الحرب، تعز اليوم تعيش ما يحدث في عدن حرفيا، كل من نقابلهم من أشخاص يتحدثون عن ما يحدث في عدن بقلق بالغ وخوف وتألم، من خذلان، من خذلان التحالف العربي، من ما يحدث من مؤامرة إماراتية على الشرعية. تعز اليوم هي العقل الجامع لليمن، وهي التي تحاول أن تعيش القضايا كافة وأن تحاول إيجاد الحلول رغم صعوبة وضعها وصعوبة ما تعانيه، ولكنها بالنهاية تعز تعيش العيد. ولكل مقام مقال، الناس يحاولون صناعة الفرحة في وجوه الأطفال وفي وجوه البسطاء. هناك تكاتف مدني، هناك تكاتف وإخاء، هناك نوع من الروح الاجتماعية التي تحاول صناعة البسمة، التي تحاول أن تهزم هذه الصعوبات، تحاول أن تعكس المشهد المأساوي إلى مشهد فرائحي. وبالتالي هي تعز التي تحاول دائما صناعة المستحيل. وبالتالي العيد في تعز، نعم شاهدنا فرحة العيد رغم ما تعانيه تعز وما تعانيه اليمن من أوجاع. نعم، حدثنا عن هذه الفرحة، يعني نعلم تماما ما الذي تعاني تعز من حصار، وضع أمني غير مستقر، نسيان أو تناسي من قبل الحكومة والتحالف. يعني هل يتجاوز أبناء تعز كل ذلك ويستطيعون الفرح بالعيد؟ نعم، بإمكانياتهم البسيطة وبوضعهم الاقتصادي الصعب جدا، حاول كل رب أسرة أن يسعد أطفاله ومن يعولهم رغم الوضع الاقتصادي الصعب. شاهدنا فرحة العيد في وجوه الأطفال، شاهدنا فرحة العيد في المصليات التي يجتمع فيها الناس، في ساحة ثورة فبراير، في ساحة الحرية، أيضا في المجمعات التي يصلي فيها الناس عادة. شهدنا الفرحة في لبس الجديد ومحاولة أن إظهار الفرح اقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العيد عيد فرح وعيد استشعار شعيرة من شعائر الإسلام وهي الحج، ومحاولة أن يكون المسلمون كتلة واحدة وأمة واحدة في يمن يتمزق إلى أشلاء وإلى شظايا. يحاول اليمنيون عكس المبادئ والقيم الإسلامية والوطنية في هذا العيد. وبالتالي وجدنا الرسائل في غاية الوضوح من خلال
تكاتف الناس في توزيع أضاحي العيد، كل أسرة ضحت بعيدها تهدي جيرانها والأسر الفقيرة. أيضا كان هناك دور كبير للمؤسسات الخيرية بالتكافل الاجتماعي ومحاولة إسعاد الناس. كان هناك أيضا دور في المؤسسات الخيرية قامت بتوزيع ملابس العيد. كان هناك أيضا حضور للوعاظ بأن يعكسوا الفرحة من خلال خطب الجمعة، من خلال أيضا ما فعاليات رسمية بدأت اليوم في مدينة تعز من خلال مكتب الثقافة الذي نشكرهم على جهودهم التي بدأوها من خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك بفعاليات ومهرجانات وأنشطة ثقافية وكرنفالية في قلعة القاهرة، وهذه الفعالية تمتد للعام الثاني على التوالي، ونتمنى أن تستمر هذه الأجواء. هي أجواء العيد في تعز، هناك حديقة يتيمة في مدينة تعز يزدحم فيها الأطفال، هناك متنزهات بسيطة والذين جبل صبر الذي أيضا هو معرض للقذائف كونه مطل على الجبهات الحوثيين ويستهدفونه في كل وقت وحين، هناك أيضا متنزهات طبيعية في الضباب وريف تعز. حاول الناس الترفيه على أنفسهم، ولا يزال في العيد متسع رغم ضيق الحال. تعز تقول نحن في العيد رغم أن الواقع الحال يقول عيد بأية حال عدت يعيد، ولكن لكل مقام مقال كما نقول. هذا العيد يعيشه الناس وبالتالي يفرحون، وبالتالي يتوزعون الهدايا، يتوزعون الابتسامات والتهاني. هناك روح من التصالح في أجواء الأسر، كثير من الخلافات تنتهي في أيام العيد، كثير من الشحناء تنتهي. هذه المدينة هي نموذج لكثير من المدن اليمنية، يحاول اليمني البسيط أن يعيش العيد رغم صعوبة الوضع. نعم عمر، شيء جميل ما يحدث في تعز، مقاومة كل هذا الحزن والانكسار والحرب أيضا بكل ما ذكرت. دعنا نتحدث عن حاجة اليمنيين للسلام اليوم أستاذ عمر، بعد كل هذه الخيانات المحيطة، يعني قيمة العيد الغائبة لدى اليمنيين. قيمة العيد كقيمة معروفة لدى الجميع بأن العيد هو تجديد للفرح وصناعة الفرح، يحاول اليمني صناعتها ويحاول المواطن في تعز صناعتها من لا شيء. العيد في كل أصقاع الأرض وفي كل بلاد الدنيا هو إظهار الفرح وإسباغه على الأهل من خلال إكرامهم، من خلال اللبس الجديد. هناك صعوبات مادية كثيرة تعكس نفسها، وأيضا صعوبات سياسية، صعوبات أمنية، صعوبات لا يستطيع المواطنون أحيانا التواصل فيما بينهم والبين بسبب التقطعات، بسبب الحصار، بسبب عدم وجود منافذ يستطيع الأهالي من خلالها الوصول. نحن نقول اليوم بأن تعز فيما بين الحوبان وبين وسط المدينة التي كانت لا تحتاج إلى 3 دقائق أصبحت الآن تحتاج إلى 5 ساعات سفر متواصلة في طريق وعرة. هذه الصعوبات صنعتها ميليشيا الحوثي من خلال حربها وعدوانها الغاشم. أيضا قيمة العيد فقدت في كثير من الأسر من خلال المأساة التي عاشتها تلك الأسر كضحايا لهذه الحرب. هناك أسر سقط فيها شهداء، هذه الأسر تجد في العيد فرصة لتذكر مآثر شهدائهم وزيارتهم إلى مقبرة الشهداء. هناك كثير من الأسر لا زال أبنائهم أسرى لدى الحوثيين، هناك معتقلين ومختطفون من المدنيين بالآلاف لا يزالون في سجون الحوثيين يتلمسون ويحتاجون هؤلاء إلا أهاليهم يحتاجون بصيص أمل في الإفراج عنهم، يتطقسون الأخبار لدى سواء أخبار المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة وسواء الصفقات المحلية التي تقوم بها السلطات وتبادل الأسرى والمعتقلين. هناك نوع من المعاناة كبيرة داخل الأسر، ولكن هذا العيد يحاول الناس تجاوز هذه الصعوبات، رغم أننا نشاهد أما تكتب في صفحتها على الفيسبوك تنشر صورة ابنها الشهيد وتتذكر مآثره، وهناك أما تنتظر ابنها المختطف، وهناك أيضا جرحى، وهناك مبتورين، وهناك أشخاص فقدوا قيمة العيد حقيقة، ولكنهم يحاولون بالمستطاع وبالممكن أن يعيشوا العيد. تجد الابتسامة، تجد الأمل والتفاؤل رغم صعوبة الحال. وبالتالي اليمني دائما
وأبدا هو شخصية عنيدة وشخصية قوية وشخصية لا تقبل أيضا بالهزيمة، وهو بذلك يجسد هذه الفرحة من خلال كل المآسي نجد على وجوه الناس الفرحة والابتسامة والتهنئة أيضا بهذه المناسبة الدينية. نعم عمر، يعني لو عدنا للحديث، ربما أنت تحدثت بداية حديثك عن مدى تأثر أبناء تعز بما حدث للحبيبة عدن ومدى شعورهم بالانكسار لأجل ما حدث، ولكن أيضا هناك ربما تأثير آخر وهو عودة من تم إعادتهم أو أن يعني من تم ترحيلهم إلى تعز، كيف تأثروا وكيف تأثرت تعز باستقبالها لهم؟ نحن كنشطاء لازلنا حتى اليوم نستقبل شكاوى وبلاغات موثقة بالأدلة عن انتهاكات عديدة حدثت في عدن خلال الأسابيع الماضية وخلال الأيام الماضية، خلال موجة التهجير العنصرية البغيضة التي استهدفت أبناء المحافظات الشمالية وبالأخص أبناء مدينة تعز. ليسوا أشخاصا كانوا مارين في الشارع كما يتم تصويرهم تم إعادتهم إلى مدينتهم، بل هم تجار، بل هم أصحاب مصالح، بل هم أشخاص يساهمون في الحياة العامة في مدينة عدن، لديهم تجارة مزدهرة ولديهم علاقات ولديهم مصالح ولديهم أعمال مشروعة في عدن، وبالتالي تم استهدافهم، تم إخراج العديد من التجار، تم نهب الكثير من البسطات للعمال البسطاء، أيضا لأصحاب المحلات البسيطة الكثير من التجار تم تهديدهم، هناك من أغلق محله وهناك من نهب بالفعل. نتلقى حتى اليوم نتلقى العديد من الشكاوى والبلاغات يوميا عن الانتهاكات حدثت في عدن خلال الأيام الماضية، وبالتالي فإن الوضع صعب. هناك أيضا موجة من النزوح القسري الذي يعكسه حالة التهديد وحالة الفوضى التي يحاول الذراع الأمني والعسكري للمجلس الانتقالي فرضه على أبناء المحافظات الشمالية من خلال تهديد كل من لديه مصلحة من أبناء مدينة تعز أو أبناء المحافظات الشمالية وإرغامهم على الخروج من محلاتهم ومنازلهم ومغادرة حياتهم الطبيعية هكذا، لأنهم فقط ينتمون إلى محافظات غير جنوبية كما يقولون. هؤلاء الأشخاص فقدوا مستقبلهم، فقدوا مصالحهم، فقدوا كل ما جنوه من بالسابق، وبالتالي المأساة كبيرة لدى هؤلاء الناس. نحن اليوم نحاول نقل مأساتهم، هناك منظمات حقوقية تستعد الآن لإصدار تقارير حقوقية حول ما تعرض له أبناء المحافظات الشمالية في عدن خلال موجة التهجير العنصرية البغيضة، وبالتالي هي أرقام كبيرة. هناك أشخاص بالآلاف إن لم يكونوا يعني أكثر من 5000 شخص ما تم رصده بالمئات حاليا، وهناك مؤشرات إلى وجود الآلاف من الحالات. هذه الموجة لم تستثني أحدا من أبناء المحافظات الشمالية، سواء كان شخصا لديه عمل تجاري، موظف عام، شخص لديه مصلحة عامة، أي شخص في عدن هذه الأيام يتم يعني تهجيره قسرا، سواء بالفعل أو بالتهديد أو الإرغام، وهذا يعتبر تهجير قسري مجرم دوليا وفي الأعراف والقوانين الدولية وفي أيضا القانون المحلي، وضد يعني تعتبر جريمة دستورية وجريمة جنائية لا تسقط بالتقادم. هذه المصالح لا زالت حتى الآن لم يتحدث عنها أحد من السلطات، سواء كانت المجلس الانتقالي الذي تعهد عبر أحمد الصالح المتحدث عن هذا المجلس في أحد اللقاءات عبر قناتكم بأنه يتعهد شخصيا بإعادة كل ما تم نهبه. نحن شخصيا رصدنا عشرات حالات النهب، نهب سيارات، نهب محلات تجارية، نهب بسطات، نهب مبالغ، تهديب يعني تدمير ما محتويات منازل لأن أبنائها شماليين، وبالتالي لحتى اللحظة لم يفتح أي ملف في هذه الانتهاكات وهذه الجرائم، حتى اللحظة لم توجد أي جهة سواء السلطات الرسمية التي انهارت بالفعل أو حتى السلطات الواقع التي الآن تحاول فرض نفسها في عدن، لم يشر إلى هذه المعاناة، معاناة المدنيين، معاناة المواطنين في المحافظات الشمالية، لم
يحاول أحد فتح ملفاتهم وإنصافهم أو حتى إشعارهم بأن هناك قضية الناس يعانون، يشعرون بأن حقهم ضائع تماما، وبالتالي بصيص الأمل يمكن أن يكون عبر التقارير الحقوقية وعبر تحركات فعلية من السلطات الشرعية عند عودتها بإذن الله، أو عبر حتى المحافل الدولية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عمر الحميري المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، هي لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.